قالت رئيسة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان إن التفشي السريع لفيروس زيكا في الأمريكيتين دفع المنظمة إلى بحث ما إذا كان تفشي الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. وأضافت تشان لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف أن مستوى الإنذار عال للغاية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتشر بصورة مذهلة بواسطة البعوض في المنطقة. زيكا الذي فتك بعشرين بلد في أمريكا الجنوبية بات وباء يهدد العالم إذا ما انتشر. فما أعراض هذا الفيروس؟ بحسب الموقع الإلكتروني لمركز الوقاية والسيطرة على الأمراض التابع لوزارة الصحة الأمريكية، فإن أهم الأعراض هي الحمى والطفح الجلدي وآلام المفاصل والتهام الملتحمة والعين الحمراء، إلى جانب آلام المفاصل والصداع. تشبه أعراض زيكا أعراض حمى الضنك والحمى الصفراء والأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، وتستمر أعراض المرض عدة أيام حوالي أسبوع. وأشار المركز إلى أن واحد من كل خمس مصابين بالفيروس يصبح مريضاً. خطر هذا الفيروس يكمن أنه إذا أصاب امرأة حامل يمكن أن يسبب ضموراً عقلياً للجنين، وقد يؤدي إلى التأثير على القدرة العقلية للطفل بقية حياته أو يتسبب في وفاة الطفل. مواجهة هذا الفيروس تكون عبر الحصول على الكثير من الراحة، شرب السوائل لمنع الجفاف أو مسكنات باراستيمول وإستامونوفين لتخفيف الحمى، الامتناع أيضاً عن تناول الأسبرين والمسكنات غير السترودية مثل الأيبروبروفين ونابروكسين. حول الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة رنا صيداني، مسؤولة وحدة الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. مرحبا بك معنا رنا. كل ما نعرفه عن الموضوع أنه في الأمريكيتين ينتشر هذا الفيروس عن طريق البعوض يصيب الحوامل بتشوهات في الجنين، هل يمكن انتقال هذا الفيروس عن طرق أخرى؟ هل يمكن انتقاله من شخص إلى آخر وفق معلوماتك؟ نعم، هذا الفيروس ينتقل فقط عبر لسعة البعوض، وهو بعوض محدد يسبب أمراض أخرى مثل حمى الضنك والحمى الصفراء. فيما يتعلق بتسببه بتشوهات خلقية لدى حديثي الولادة، لاحظنا هذا في البرازيل فقط، حيث ازداد عدد الأطفال حديثي الولادة المشوهين بذلك بنفس الوقت الذي انتشر فيه الفيروس في بعض الأماكن. ولكن ليس كل الأطفال والأمهات الذين أصيبوا بهذا الفيروس أصيبوا أيضا بالتشوهات، لذلك ما نقوله أنه نحن قلقون جدا، ولكن لا يمكننا الآن التأكيد أن هذا الفيروس هو المسبب الرئيسي لهذه التشوهات. نعم. لأنها تنتج عن عوامل أخرى، مثلا إن كانت الأم قد أصيبت بأمراض خلال فترة الحمل بالحصبة الألمانية، أو إذا كانت تتعاطى المخدرات أو تستهلك كميات كبيرة من الكحول، كل هذه العوامل أيضا ممكن أن تؤدي إلى هذه التشوهات الخلقية. نعم. لذلك ستقوم منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين باجتماع للخبراء لبحث مدى خطورة هذا الفيروس وما هي الإجراءات اللازم اتباعها من الحكومات ومن الأفراد. هل من المتوقع إعلان حالة طوارئ بهذا مع الانتشار الكبير خاصة لهذا الفيروس في أمريكا الجنوبية مبدئيا؟ يعني لا أريد أن أستبق اجتماع الخبراء. إن أعلنوا شروط إعلان حالة الطوارئ هي أن يكون هذا الفيروس قد تخطى حدود الدولة الواحدة أولا، وثانيا أن يكون هناك ضرورة لتضامن دولي وتعاون دولي من كل المنظمات ومن كل الحكومات لاحتوائه. هذا أمر يعود إلى الخبراء، ولكن لا أستطيع الاستباق الآن قبل أن يجتمعوا. طيب سيدة رنا، على مستوى الدول العربية ما هي الدول المهددة اليوم أو الأقرب إلى أن ينتقل إليها هذا الفيروس لا سمح الله؟ الدول التي تعاني من حمى الضنك، يعني الدول التي يوجد فيها هذا الفيروس، هي خمسة في منطقتنا، هي مصر، السودان، السعودية، اليمن وباكستان. تلك الدول يوجد فيها هذا الفيروس وفيها حمى الضنك، هي الأكثر عرضة. ولكن بما أن هذا البعوض عادة يعيش في خلال فصل الربيع وفصل الصيف، فإن قدرته خلال فصل الشتاء على التكاثر ونقل الفيروس تكون قليلة. نعم،
بسبب يعني بروده الطقس. هل من اجراءات وقائيه يمكن اتخاذها لتلافي انتقال هذا الفيروس او التصدي له في حالات الاصابه طبعا او في حال انتقل لاي شخص؟ يعني بداية يجب التخلص من المياه الراكدة لأنها هناك تتكاثر هذه البعوضة، فضلا عن رش المبيدات إن كان هناك بعض البعوض، وضع الأسلاك الشائكة أو الناموسيات على الشبابيك أو الأبواب، وارتداء الملابس التي تغطي كل أجزاء الجسم. شكرا جزيلا لك رنا صيداني، مسؤولة وحدة الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.